Mais, Aslama, merhaba big. Donc, question s'il fait, Rina, l'absorption de la glucose. Tawa, c'est bon. La glucose, maujoud, fait d'un mtaï. Est-ce que le tawa, qui fait, bish n'tsarrafi? Donc, hé, t'nerfou, l'exemple mtaï substance ochra, matalan, sodium. Sodium, n'mossouah, mal intestin. ومبعد ندوروه في البدن متاعنا ومبعد نتخلصوا من الزايد منه في الراء دونك هذا ما هوش باش يصير في حالة الجلوكوز في حالة الجلوكوز ما احناش باش نتخلصوا من الجلوكوز في اليورين متاعنا دونك هذه فكرة مهمة دونك هاتنا راو شنو باش يصير في الراء دونك هوني عندي ستركتور سامبليفي متاع راء هوني عندي كابيلير جلوميرولار هوني عندي جلوميرول رينال دونك وين باش تصير الفلتراسيون تاعي الفلتراسيون تاع البلازما هوني عندي لي تيبول هذوما هكايا دي سيلول تيبولير هوني عندي كابيلير بيري تيبولير وين باش تصير الريابسوربسيون والسيكريسيون توا هات نراو شنو باش يصير اول حاجه هل الجلوكوز اللي موجود في الكابيلير جلوميرولير باش تصير له فلتراسيون دونك 100% من الجلوكوز اللي باش يتعدى هوني باش تصير له فلتراسيون هل الجلوكوز هذايا اون فوا باش يوصل للتيبول باش يلقى ان ترانسبورتور اسمه ال اس جي ال تي 2 اللي هي لابريفياسيون تاع صوديوم جلوكوز لينكد ترانسبورتر اللي هو اسمه على جسمه باش يشد كعبه جلوكوز كعبه صوديوم وباش يعمل لهم الريابسوربسيون باش يدخلهم للكابيلير بيريتيبولير هات نراو البيلون تاعنا تو البيلون تاعي هو اني فلترت كعبه جلوكوز وعود دخلتها دونك البيلون تاعي هو انه ما فما حتى كعبه جلوكوز باش تهبط لي في الليتيبول تاعي وبالتالي مانيش باش نخرج حتى كعبه جلوكوز في اليورين وبالتالي ما عنديش جلوكوزوري ما عنديش جلوكوز في اليورين دونك هذا حاجه مهمه به توا رمارك اخرى تتقال هو انه هل الجلوكوز وهل الصوديوم عندهم بوفوار اوزموتيك يجبدوا الماء دونك اون فوا باش نمصوهم للكابيلير بيريتيبولير باش يجبدوا الماء هذايا باش يعاودوا يجبدوه يدخلوه للكابيلير بيريتوبولار دونك باش يعاوننا انه نمصوا الماء به توا هات نراو امبليكاسيون في الباثولوجي هات نقولوا مثلا انه العبد هذايا عنده ثلاثه كعبات من هال اس جي ال تي 2 وهات نقولوا انه العبد هذايا عنده هايبرغليسيمي عنده اربع كعبات جلوكوز باش يتعداو في الكابيلير جلوميرولار هذايا دونك هات نقولوا هكايا دونك هل ال SGLT2 كل كعبة منهم ينجموا تكبش في كعبة جلوكوز دونك هل أربع كعبات جلوكوز باش تصير لهم فلتراسيون وباش يلقاو دونك رواحهم ثلاثة كعبات منهم باش يلقاو رواحهم شادين في كعبة SGLT2 باش تصير لهم الريابسوربسيون وكعبة باش تلقى روحها دونك ما غير ترانسبورتور وبالتالي باش تهبط لي في الأوري دونك هذه رومارك مهمة إن فوا عندي هيبر جليسيمي كبيرة هل SGLT2 باش تلقى روحها ساتوري ما عادش تنجم تلحق دونك تمص هكا الجلوكوز وبالتالي في الحاله هذه باش ديتكتي الجلوكوز في اليورين هل الجلوكوز هذايا من الحاجات اللي باش يعملهم هو انه باش يجبد الماء معاه دونك باش يجبد الماء معاه على خاطر عنده بوفوار اوزموتيك وبالتالي باش يتيليميني الجلوكوز وال دونك الماء في اليورين نتاعك هذا باش يعطيني دو سامبتوم مهمين في الديابيت اللي هي الجلوكوزوري والبوليوري بوليوري هو انك تيليميني فوليوم كبير نتاع اورين وهذا جاي من انك دونك تيليميني في برشا هاج دوزو دونك قاعد تخرج في برشا هاج دوزو في اليورين نتاعك به هذه امبليكاسيون باثولوجيك وفوق هذا باش نزيد اون امبليكاسيون فارماكولوجيك شنو هي الامبليكاسيون فارماكولوجيك فما دواء اسمه دونك ليغليفلوزين دونك هي فامي نتاع دوايات دونك يوفاو بالكلمه هذه ليغليفلوزين اللي هما ينهبيو ال SGLT2 شنو ما يصير ان فوا دونك باش دونك تنهبي هالترانسبورتر هذايا الجلوكوز ما عادش يصير الترانسبور نتاعو وبالتالي باش تيليمينيه في اليورين هذايا باش يخلق للعبد هذايا اون فويت نتاع جلوكوز وبالتالي اذا كان عنده اون هيبر جليسيمي باش نستعمل الدواء هذايا باش نخليو عنده فويت نتاع جلوكوز في اليورين نتاعو وبالتالي يتخلص من الهيبر جليسيمي نتاعو هذايا من الدويات اللي هما جدد واللي هما قاعدين نستعملوا فيهم دو بلوس اون بلوس في الديابيت وهما دونك قاعدين نلقاو فيهم تري افيكاس دونك الدويات هذوما دونك حاجه جديده ونفعتنا برشا في الديابيت به دونك هات نمشيو توا نراو شنو كيفاش باش نتصرفوا في هكا الجلوكوز اللي تلمد لنا في الدم بتاعنا دونك كيما قلنا ما حناش باش نتخلصوا منه في الرا
دونك الكاستيون شنو مش تصير له. دونك بالنسبة الكونتيتي صغيرة متاع جلوكوز، الجلوكوز هدايا باش يمشي للجلوبول روج وباش يمشي للمخ وباش يمشي للفوا، وفي اللي تيسيو هذوما الجلوكوز ينجم يدخل ما غير انسولين، ما غير ما يستحق انسولين. وهذه رمارك مهمة برشا منا نقراو انو الانسولين يدخل الجلوكوز، الانسولين يدخل الجلوكوز للي سيلول متاعنا، ولكن فما رمارك مهمة هو انو برشا دي سيلول ما يستحقوش الانسولين باش دونك يدخل لهم الجلوكوز. هذه رمارك مهمة. بورتون دونك اغلبية الجلوكوز دونك كونتيتي كبيرة متاع الجلوكوز باش تدخل اول حاجة في التيسي موسكولير، وهذه اهم بلاصة، وثاني حاجة في التيسي اديبو. هذه اغلبية الجلوكوز اللي قاعد لنا هذوما اون فيت الموسكول والسيلول اديبوز يمثلوا دبو متاع الجلوكوز، دبو نجمو نخزنوا فيه للسكر الزايد. دونك هذايا يتطلب لاكسيون متاع الانسولين. دونك هذا فينالمون لو جلوكوز وين باش يتحط، وين باش يدور في الدم متاعنا، ما هوش باش تصير له ليميناسيون في الران، واغلبيته باش يمشي دونك للموسكول وباش يمشي للتسوي اديبو، شويه منه باش يمشي للجلوبول روج والمخ والفوا باش يعملوا الميتابوليزم متاعو. دونك هذه هي الفكره شنيا، وهذه سيونس نيوما ان شاء الله كون عاونتك.